إذا أراد مجلس النواب أن يمضي بتشريع قانون يشرعه بأسبوع واحد. هاي لو أراد إذن شنو اللي أسبوع واحد ممكن أن يمضي بتشريع القانون بأسبوع واحد. هذه كلش مهمة. أيه؟ لو أراد يعني هسه هو ما يريد. أحسنت. إذن القضية بها أولا فقدان الإرادة للتشريع. وخليني أقول هذه الكلمة وأنا مسؤول عنها. هناك ثمت عدم تناسق بال يعني السياسة التشريعية ما بين الحكومة وما بين مجلس النواب. أحيانا يصير تقاطع. ولذلك تتعطل جميع القوانين التي تقرأ قراءة ثانية في داخل مجلس النواب وعند اللجان. يعني صوري أكو قوانين، خلي أضرب مثل بالدورات السابقة. قانون المحكمة الاتحادية الدورة الثانية بدأت بأول قانون قرأته قراءة أولى قانون المحكمة الاتحادية، وانتهت الدورة البرلمانية ولم تنتج لنا قانون للمحكمة الاتحادية. الدورة الثالثة كذلك بدأت بأول قراءة لقانون المحكمة الاتحادية وانتهت الدورة ولم تنتج لنا قانون المحكمة الاتحادية. إذن القول الفصل في هذا الموضوع، أولا تعديل النظام الداخلي ووجود سقوف زمنية، ثانيا وجود سياسة تشريعية متبادلة ما بين طرفي التشريع اللي هو مجلس الوزراء ومجلس النواب.